ابويا وجدي قالها لي زمان، الحمام يا ابني ادمان، ولو فكرت تربي حمام انسى اللي انت تبطل طول عمرك، ولو حبيت تصفي حمام ما تفكرش تبيع البيبان، عشان هيجي عليك يوم من الايام وتقول لي يابا انا رايح اجيب جوزين حمام، وساعتها هضحك واقول لك وانا مش قلت لك ما تبيعش البيبان. الحمام بيعرفك مين الحلو ومين الوحش، بيعرفك على ناس جديدة وناس أصيلة، وبيوريك الوحش وبيوريك الحلو، وبيعلمك الصبر وبيعلمك الحنية، بتبقى راجع من شغلك مهدود وتعبان، وتطلع جري تحط أكل ومية للحمام. ولا الناس، هو أنا أقول لك إيه كمان، لما تطلع كده تنشي الحمام، ولا يوم أجازتك لما أنت تبقى بتتمنى إن أنت تاخد أجازة عشان ترتاح بس من شغلك، وتبص تلاقي نفسك صاحي بدري برضه بس رايح على السوق، ويا عيني بقى على قبض الاسبوع لما تروح تشتري حمامتين وتاخدهم في شيالة وتروح. عاوز تفهم الكلام لازم تكون غاوي حمام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعنا معهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ورجعنا لكم تاني يا جماعة في فيديو جديد وجديد شديد من عند أخونا أبو عمر. النهاردة لحظات ممتعة جدا من عند الحمام. طبعا الحمام لما يكون بايض في موعد احنا بنتابعه، بنتابع حصل حصوة الاولى امتى والحصوة التانية امتى، ومن بداية الحصوة التانية بنبدأ نعدله 18 يوم او 19 يوم في الشتاء، وبنبدأ نتابعه علشان خاطر نشوف البيض هيخرج امتى، ونتابع البيض هل في بيض مش عارف يخرج عايز يخرج ومش عارف، فبنبدأ نضطر ان احنا نساعد. تمام. ولكن قبل ما نساعد الزغلول الفرخ علشان يخرج من البيضة، خلينا اقول لحضرتك لو انت اول مرة بتزور قناتنا على منصة اليوتيوب، انزل واشترك في القناة علشان يوصلك منا كل جديد، وفعل زر الجرس للكل. وكمان يا جماعة ما تنسوش الاعجاب بالفيديو علشان الفيديو يرتفع ويوصل لكل الناس في كل مكان، وتكون سبب في نشر اي مادة علمية او نشر اي معلومة فتؤجر وتاخد الثواب وانت بتتفرج معانا على الفيديو. تمام. وكمان يا جماعة ما تنسوش قناة مع القرآن، هذه القناة صدقة جارية لوجه الله الكريم علشان تنولوا الأجر والثواب. لا تنسوا الاشتراك في القناة علشان يوصلكم منا كل جديد. وكمان يا جماعة قناة مع القرآن صدقة جارية، انت بتاخد الأجر وغيرك بياخد الأجر لما بتشارك في هذه القناة. هذه القناة صدقة جارية على روح أمي وعلى روح أي حد يكون متوفي أو حي على قيد الحياة. أسأل الله أن يحفظكم ويحفظ أحياءكم وأن يرحمنا ويرحم أمواتنا وأمواتكم أجمعين. انزلوا يا جماعة وشاروا جميع فيديوهات هذه القناة علشان تؤجروا الدلوا على الخير كمثل فاعله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني يرحمكم الله. طب علشان ما نطورش على حضراتكم فيديو النهاردة إزاي، هو طبعا فيديو على السريع كده علشان في مفاجأة كبيرة وعظيمة جدا محضرها لكم، انتظروا المفاجأة في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله، علشان محضر لكم مفاجأة جميلة 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 جدا كله هيتبسط منها وكله هيستفيد منها وكله هيعمل زيها بأمر الله. طيب خلينا نخش في موضوعنا. طيب هنبدأ نساعد الزغلول بسم الله على بركة الله بالراحة كده، هنبدأ نشيل كده بالراحة. طول ما انت حضرتك مش بتلاقي دم بيظهر لك دم انت كده ماشي تمام، انت كده ماشي تمام. طيب ولو انا قابلت دم في السكة يبقى كده الزغلول ده لسه ما اكتملش، يبقى كده الزغلول ما اكتملش، وانصحك ان انت تسيبه مكانه، تسيبه مكانه علشان خاطر يخرج في موعده اهو. اه يا جماعة بسم الله ما شاء الله. روح يا جماعة روح، سبحان الله.
اه احنا بنتخلق من ضعف. سبحان الله يا جماعة، بنكون ضعفاء لا حول لنا ولا قوة. وكمان بعد ما بنكبر وبنوصل لمرحلة الشباب بنبدأ ان احنا عفانا الله وإياكم، بعض من الناس بيبدأ ان هو يتكبر ويطغى، طالما ما فيش دم معايا يبقى انا كده ماشي تمام اهو. بسم الله ما شاء الله. اهو يا جماعة، يعني هو كده اكتمل، ولكن انا هسيبه زي ما هو كده، هو اكتمل اهو، ولكن انا هسيبه اهو بالجزء ده، هو اكتمل اهو ولكن انا هسيبه زي ما هو، هسيبه تحت امه او اهاليه بالشكل ده اهو. اهو يا جماعة اهو، هو اكتمل والصورة بتقفل اهي، ولكن انا هسيبه شوية كمان اهو اهو، هسيبه كده ونحطه بالشكل ده تحت اهاليه. تمام، هو كان ميعاده المفروض يخرج من امبارح ولكن اتأخر شوية، عشان كده احنا فتحنا عليه. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة تفرح وشكله جميل جدا. هنلحق بقى ندخله عند اهاليه علشان يدفوه تمام، عشان ما يبردش. خليكم معانا، نوديه عن تحت اهاليه ونرجع لكم تاني. وان شاء الله يا جماعة انتظرونا بامر الله غدا، هنكمل لكم بقية تصوير الفيديو ونجمعهم مع بعض علشان نشوف الزغلول بعد ما عدى عليه 24 ساعة، او نصوره بعد ما عدى عليه 48 ساعة علشان نوريكم الزغلول ان هو الحمد لله على قيد الحياة وزي الفل وتمام. انتظرونا بامر الله. وهنا يا جماعة بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بعد ما انتظرنا على الزغلول 48 ساعة اهو، بسم الله ما شاء الله. عايزين نوريكم السرة بتاعته بعد ما قفلت اهي، بسم الله ما شاء الله، يعني ادي السرة بعد ما قفلت بتبدأ تنشف وتبدأ تجمع اهو. دي فتحة المجمع، دي رجليه، بصوا رجليه صغننة ازاي، بسم الله ما شاء الله. جناحاته صغنون خالص ومأكلينه وملبنينه اهو، تمام، صغنون خالص لسه ما فتحش، بسم الله ما شاء الله. فيديو النهاردة يا جماعة، طبعا احنا شفنا في الجزء الاولاني طبعا اللي صورناه ده، الجزء الثاني شفنا الزغلول واحنا بنساعده علشان اتأخر 24 ساعة في البيضة، وكان ممكن احنا لو سبناه كان خرج، ولكن انا حبيت اساعده علشان خاطر ما كنتش اتأخرت عليه، علشان خاطر ما يتكبس في البيضة، كان ممكن يخرج لوحده وكان ممكن يتكبس يموت. ليه؟ لان الاهالي كبسة ورقدة على الحمام جامد، فممكن ان هو كان يفطس يموت وما يقدرش يخرج، فاحنا ساعدناه اهو بالشكل ده وخرج معانا بفضل الله عز وجل. وده كان فيديو النهاردة يا جماعة، واتمنى ينول اعجابكم، وانتظرونا في مفاجآت جميلة 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 داخلين عليها بفضل الله عز وجل. هيكون في، يعني مش عايز احرق المفاجأة، ولكن الجديد شديد عند اخونا ابو عمر. لا تنسونا من صالح دعواتكم، لا تنسوا الاشتراك في قناة مملكة الحمام المتنوعة علشان يصلكم منا كل جديد، ولا تنسى الاعجاب بالفيديو علشان يرفع الفيديو وينتشر في كل مكان. لا تنسوا الاشتراك في قناة مع القرآن علشان هذه القناة صدقة جارية لوجه الله عز وجل، ولكي تنولوا الأجر والثواب وتنولوا الحسنات، شير جميع فيديوهات هذه القناة لكي تنتشر في كل مكان وتؤجر ويكون لك الأجر ويكون لك ذخرا يوم القيامة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أتمنى الخير للجميع وأحمل الخير للجميع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.